التنمر عباد الله سلوك عدواني متكرر يقوم به الإنسان ذكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، فردا أو جماعة، تجاه آخرين، معتمدا في ذلك على قوته وفتوته ورفقته، وعلى ضعف المعتدى عليه أو انفراده. فكأن المتنمر بتنمره يتقيأ أخلاطا من الخلق الفاسد الذي ابتلعه من حيث يشعر أو لا يشعر بعد أن بلغ به التخمة. وإن كان التنمر ليس له سن معينة، إلا أنه يجد أرضا خصبة في أوساط الأطفال والمراهقين والشباب. وأما وسائل التنمر فمتعددة، في البيت والسوق والمدرسة والمجامع العامة والخاصة. والتنمر في واقع الأمر ضربان، أحدهما تنمر حسي وهو ذو تنوع، فقد يكون لفظيا من خلال الشتم أو السخرية أو السباب أو الشماتة أو بها جميعا، وقد يكون غريزيا بالتحرش والابتزاز ونحوهما، وقد يكون فعليا من خلال الضرب وإيذاء الجسد أو السلب والنهب وتخريب ملك الغير. والضرب الآخر هو التنمر المعنوي من خلال الاحتقار والتعصب والعنصرية وبطر الحق وغمط الناس. التنمر عباد الله آفة بغيضة يتسارع تراكمها في المجتمع كلما غفل عنها التربويون وذوو الاختصاص بتلكم الآفة الحالقة. وقد عدها بعض المختصين ظاهرة متفشية في كثير من المجتمعات أيا كانت معيشتها وأطيافها، ويكثر الحديث عنها في وسائلهم المرئية والمسموعة والمقروءة. فكم هي الحوادث المتكررة من صور التنمر يراها الناس يمنة ويسرة، من تحرش وابتزاز وقسوة وإيذاء واعتداء على الغير في طرقات الناس أو مجامعهم، وربما كان في البيوتات بين الأزواج تارة وبين الآباء والأولاد تارات أخرى. فكم هي القضايا التي تستقبلها الشرط، وكم هي الحالات التي تتلقاها المشافي والمحاكم جراء آفة التنمر، وكم هي القصص والوقائع التي تتناقلها الصحف ويتداولها الناس بصورة لافتة عبر وسائل الاتصال الحديثة من خلال الخبر أو المشاهدة.